من فرد زهر الصبر
يا مدرك الثارات، يا مدرك الثارات، أدرك ثارنا واحفظ على أولادنا أخبارنا. قد اعتبرنا الموت ضيفا زارنا، وقد قدمنا له أعمارنا، وما استشرناه ولا استشارنا، نختاره من قبل أن يختارنا. يا أبناء جامعة الشهداء، إن الوحش يقتل ثائرا، وإن الأرض تنبت ألف ثائر، فيا كبرياء الجرح لو متنا لقاتلت المقابر. نسف لكم ارتقاء الشهيد والأسير حسين مسالمه. البارحة ليلا في مشفى الاستشاري على إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة لسرطان الدم الذي أصيب به في معتقلات العدو. وهنا وجب التأكيد أنه لا يوجد هناك ما يسمى بالإهمال الطبي، هذا اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، وإن محاولة تخفيف المصطلح ما هي إلا إهانة نوجهها لنضالات أسرانا وعذاباتهم. هذا الاحتلال الذي يمارس فلتمرضوا أو لتصابوا بأي مرض، ونحن سنبرع في تعذيبكم وقتلكم. وعليه يا أبناء جامعة الشهداء، إن الإفراج المبكر عن الشهيد مسالمي لا يعفي هذا الاحتلال من دمه، فهم قد أفرجوا عنه ليخلوا مسؤوليتهم عن حياته، ولكنهم هم السبب، وهم من يتحملون النتيجة أولا، وثانيا تتحملها هذه القيادة الوطنية المهترعة التي لا تحرك ساكنا لأجل الأسرى. وللعلم هناك ما يزيد عن 150 أسيرا وأسيرة يعانون من أمراض خطيرة، 15 منهم مصابون بالسرطان، وهؤلاء جميعا باتوا مشروع شهداء محتملين. ما دمنا غير موحدين نلتفت إلى خلافاتنا الجانبية أكثر من عدونا، ونغلب التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي. هذا حالنا، وهكذا سنبقى نزف الأسير خلف الأسير بغياب برنامج وطني محتوي وعمل مشترك. وهنا نستذكر في ذكراهم السادسة الشهيد البطل ديات الأحمر. والشهيد البطل مهند الحلبي. والشهيد البطلة هديل الهشلمان. ونقول لهم يا سادتنا ومفجري انتفاضة السكاكين، دمتم لنا فخرا وذكرا ومنهجا وطنيا مقاوما لا مساوما. وفي الختام نقول نسير إلى الموت كأننا في طرب قد صحبناه وطال المصطحب، حتى عرفنا ما قلى وما أحب، معود على الجلال والرهب، فإن رآك لم تخف منه الطرب، ونحن منا كل معروف النسب، إذا رأى الموت على بعد اقترب، وجره من النواصي للركب، وقال يا هذا تعلم الأدب، واحفظ مقامات الرجال والرتب.
المجد للشهداء، الحرية للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، وأننا حتما لمنتصرون رفاقكم ورفيقاتكم في كتلة الوحدة الطلابية. مدينون للأجساد الممتدة كي نعبر سالمين، مدينون للأعمار المقضية خلف قضبان السجانين، سنين الأسر نيشان وإذ نسيناها صرنا خائنين، وإن تتوجت بالشهادة وجب علينا أن نكون للدم حافظين. باسم الشعب الأبي، باسم من لم يبخلوا على الأرض بدمائهم، باسم شهداء القضية، باسم من كل الأرض لهم وكل السماء سماهم، أسرانا أسر الحرية، زملائنا الطلبة، تزف فلسطين اليوم شهيدا جديدا، بطلا جديدا، التحق بكوكبة أقمارنا المضيئة في سماء وطننا الحبيب، راويا للثرى، مسطرا تاريخا من ذهب العز والفخار، الشهيد الأسير البطل حسين مسالمة، الذي خرج للحرية مؤخرا جسدا ملهك يلفظ أنين الشعوب الثائرة بعد أن أمضى 19 عاما في زنازين العدو الحاقد، والذي كان مثالا على ضراوة المحتل وأساليبه النازية التي من بينها سياسات الإهمال الطبي المتعمد للنيل من أسرانا الأحرار، كما يواجه الآن 6 أسرى آخرين المحتل الغاشم بأمعائهم الخاوية رافضين اعتقالهم الإداري. ونذكر أيضا أنه يوجد 15 أسيرا يعانون من مرض السرطان، يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون لسياسات الإهمال الطبي. ومن هنا نؤكد أن لا لغة يفهمها المحتل الغاشم سوى لغة الاشتباك والنار، لغة الباشر وأشرف نعالوة وجرار، لغة جنين المرض التي برمت مؤخرا أن هذا المحتل الجبان بكل قوته وسلاحه يهاب الدخول إلى مدينة فلسطينية ثاروا مسلحيها. لملم عتادك واستند، أوقف مظلك عاد، ما ودنا سادا بحرا ولا ودنا تمروزات، ودنا ذخيرا جربا، ودنا ذخيرا مجربا، ودنا ذخيرا مجربا، ودنا زلموجيات، ودنا رجال مدربة على السمرة مزناد، اكرمه وزود بالفشل، اكلك منام الناس، الثورة ما هي حلم ورجاء، الثورة فعل وباس، اكرمه وزود بالفشل، اكلك منام الناس، ملعون عين بهالوقت، غفية غشاها نعاس، قولوا للشهيد البلد سفيت بلا متراس، طخ حتى يكفر مخزنك ع كتلة المتراس، ولادها الأرض الوطن، ولادها الأرض الوطن، وإن ما افتديت انداس بس نادي من بطن الجبل يولد ألف براس. نؤكد لكم زملائنا الطلبة أن هذه المعركة مفتوحة، ومن يظن أن زمن المقاومة تتولى وحل مكانها زمن التسوية فهو مخطئ، فما دام الاحتلال قائما على أرضنا بشكل الاستيطاني أو العسكري فالمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وندعو كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والوقوف وقفة رجل واحد خلف أسرانا حتى تحريرهم وتحرير القدس وتحرير كل شبر من أرضنا الفلسطينية. المجد للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، الحرية والكرامة الراقية، وإننا حق لمنتصرون رفاقكم في القطب الطلابي الديمقراطي. حق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم للأرض وعليك بنادي. بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله القاهر فوق عباده، بسم الله ذي العزة والجبروت، بسم الله القائل في محكم تنزيله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بسم الله ناصر عباده هازم الأحزاب وحده، بسم الله الواعد بالنصر والتمكين لعباده الصالحين. والصلاة والسلام على قائد العز المحجلين ورافع لواء هذا الدين سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أبناء جامعة بئر زيت جامعة الشهداء، نزف لكم في هذا الصباح خبر استشهاد الأسير البطل المحرر حسين مسالمة. بعد صراع طويل مع المرض إثر الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون الاحتلال، إليك حسين شامخا أبيا عزيزا عشت واستشهدت، إليك وأنت ترتحل عنا بصمت البطل وسر الشهداء الذي لم يعرفه أحد. إليك وقد دفعت عمرك مهرا للبلاد ولم ترها تنعم بالحرية بعد. إن الشهيد بنا يمشي إلى النصر يدق حصنا للعدو ويهزم، ما ضره لوم ولا تعب ولا هاب الردى، فذاك المقدم الشهم. حي الشهيد وقل له يا فخرنا يا عزنا يا نجمة في سماء الكون ترتزم. ومن هنا نوجه رسالة للعدو الغاصب المجرم، إن استشهاد حسين ليس الأخير ولن يكون، فقوافل الشهداء تترى في الوطن، ونحن شعب نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة. وإن شهداءنا هم وسام الفخر لشعبنا المقاوم، هم الشهود على إرهاب الاحتلال وإجرامه، هم الذين يزكون أرضنا بدمهم القان المعطر، هم الأكرم منا جميعا. وأخيرا فإننا نؤكد أن حقوقنا لن تسقط بالتقادم ولن يلغيها تجبر الظالمين والمنصفين، وإن دماء شهداءنا لن تصان إن لم نقف جميعا خلف وحدة المقاومة، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد إخوانكم في الكتة الإسلامية. سلاحي وأقام أنا فوق جراحي سأقام أنا لن أستسلم للأرض وعليك بلادي. لك الجماهير وابناء بلا عدد، فلست وحدك يا أم البلا ولدي، إن يغلقوا بيتنا الدامي فقد فتحوا لنا الزنازين بيتا شامخ الزرد، من خلف قضبانه نرمي الدماء على مكبرين رصاصا من فم ويدي، من لم تودع بنيها بابتسامتها إلى الزنازين لم تحفل ولم تلدي. باسم فلسطين كاملة التراب المقدس، باسم القدس منزهة عن اتفاقيات قسمتها وجلبت العار، باسم من حملوا العودة على أكتافهم وما ملوا اللاجئين في الشتات، باسم المقموعة حريتهم في غزة والمقتولة أصواتهم في الضفة، باسم من أفنوا أعمارهم لقاء حريتنا أسرانا البواسل، باسمك شعبنا الفلسطيني المناضل في كل بقاع الأرض. زميلاتي زملائي، نحييكم بتحية من زرعوا الأرض وحملوا البندقية والكتاب. بالأمس ودعت فلسطين الأسير المحرر الشهيد البطل حسين مسالمة نتيجة الإهمال الطبي المتواصل في سجون الاحتلال ليلتحق بكوكب من شهداء الوطن الأبطال الذين رسموا حدود فلسطين بدمائهم الطاهرة. إن سياسة الإهمال الطبي التي يحترفها الاحتلال ما هي إلا ضرب بعرض الحائط لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية،
وتجسد سعيه المتواصل لتصفية أسران البواسل بطريقة صامتة لا يتحمل فيها المسؤولية في ظل إهمال واضح من القيادة الفلسطينية وغياب الحاضنة الشعبية. أبناء جامعة الشهداء، نقف اليوم وقفة غضب ورفض لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ممارسات لا تمس للإنسانية بصلة. وليعلم الاحتلال إن ما يقدمه شعبنا من صبر وتحمل وتضحية وفداء ونضال ما هو إلا دلالة واضحة على بقاء النهج الثوري والروح النضالية في داخل كل فلسطيني. نحن شعب المعجزات والأنفاق وسبقات التبادل التي تفرض على الاحتلال رغما عنه، لا شعب التنسيق والتفاوض العبثيين. ختاما، من كان يطمح للسلام مع العدو تراه واهب، فقبيل توقيع هزيل اعبر الاسلاك هاجم، فالسلم ليس مع الذئاب فلا تكن يوما مسالم. المجد للشهداء، الحرية كل الحرية للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى والعودة للاجئين. رفاقكم ورفيقاتكم كتلة اتحاد الطلبة التقدمية. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نزف إليكم الشهيد البطل والأسير المحرر إحسان مسالمة، الذي استشهد مساء اليوم في مستشفى الانتشاري بعد صراع مع المرض الذي أصابه أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب جريمة القتل والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، حيث أمضى 10 عاما خلف القضبان. أبناء جامعة بيسد، جامعة الشهداء، أبناء جامعة شرف الطيب وتايجر الكتائب عمر أبو الظافر والعياش يحيى، أخوة الشهيد ساجي درويش والشهيد فادي وزحى. أخوة الزميل الذي فلسطين به ورفاقه الخمسة تفخر، ابن جامعة بيزي للدراسات العليا وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وقائد كتائب شهداء الأقصى، الأسير البطل تنين فلسطين زكريا الزبدي. باسم كوفية فلسطين، باسم كوفية فلسطين، كوفية الثائر والفدائي، كوفية الأسير التي تنثر له أملا بالحرية في معتقلات الاحتلال، باسم كوفية الجريح التي تبعث له إصرارا متجددا بحتمية النصر، باسم كوفية الشهيد الذي تعارك الآن جسد شهيدنا البطل إحسان مسالمة. باسم الكوفية الوطنية الفلسطينية التي أرعبت البعض هناك في الشق الثاني من أرض الوطن من وجع القلب الذي يغرق في الظلمات، من قطاعنا الحبيب الذي يواجه الظلم والقهر من الذين يسقطون فلسطينيتهم يوما تلو الآخر ويغردون خارج درب تعبد بدماء الشهداء وتوشح بكوفية الثائر. نقف هنا ونضع أيدينا على جراحنا، نضع اليد اليسرى على وجع عمق جراحه أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الأزهر والذين قاموا بالاعتداء وتسليم أبناء الشبيبة هناك إلى أجهزة حماس، ونضع اليد اليمنى هنا في جامعة بير زيت بيد أخوتنا في الكتلة الإسلامية. هنا لنتمسك وإياهم بالوحدة الوطنية، واسمحوا لنا أن نضغط على أيديكم أكثر فأكثر لكي لا تفلتوا من أيادي الوحدة الوطنية
كما يفعل امتدادكم الطلابي هناك في جامعة الأزهر. لتتعانق أيدينا هنا ونزف شهيدنا البطل حسين مسالمة إلى العلا ولنوصل صرخة للفئة الضالة في غزة بأن يستفيقوا من سبات الظلم والقمع. لتبقى بير زيت شرارة الوحدة الوطنية، لتبقى فلسطين منارة المفردات الثورية، ولتبقى كوفيتنا عزتنا ورمزنا وهويتنا. وإننا في حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بير زيت ندعو لتصعيد الاشتباكات مع الاحتلال في جميع نقاط التماس، تعبيرا عن غضب الشعب على استشهاد الأسير حسين مسالمة، وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر. Yeah.
شاهد وما تنساك وانت قدوه للي وراك وانت قدوه للي وراك ودم الشهيد بيناديك دم الشهيد بيناديك حب الوطن عباده ويا حسين ويا مجروح دمك هادر ما بيروح بدك عسكر من البيت يا ما سامي ولا تهتم يا ما سامي ولا تهتم شبابك شربي بالدم خلي الشهيد بتخته والافتاحية لخته يم الشهيد بيادي يا ريت اني بدلي يكتب على المسدس والشهيد مقدس دم الشهداء في ناصا بدنا نقاوم بدنا سلاح وبدنا نواجه هالسفاح الله اكبر